ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هنا يعني المسلم معروف أنه مسلم، عند الناس مسلم، محسوب على المسلمين. هذا المسلم إذا أساء، إذا كذب، إذا احتال، إذا لم يصدق، إذا غش الناس، إذا أخلف وعده، إذا لم ينجز عهده، ماذا يقول الكافر؟ الدين باطل، الدين ما له أصل، الدين خرافة، الدين أفيون الشعوب، الدين ضلالات، الدين غيبيات، الدين حالة ضعف للإنسان، لأن الكافر ما رأى ذلك الإنسان العظيم، رأى إنسان تافه، كاذب، متناقض، دجال. فما الذي حمل الكافر على كفره؟ ما الذي جعله كافراً؟ ما الذي تثبت من كفره؟ سلوك هذا المسلم المقصر. لذلك أكبر جريمة يرتكبها المسلم أو المؤمن أن يقصر، أو أن يكذب، أو أن يخلف الوعد، أو أن يحتال، أو أن تكون له شخصية ازدواجية. لذلك يعطي الكافر حجة يتمسك بها، يقول لك الكافر هذا هو الإسلام، هذا دجل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا ربي احفظنا عن أن نكون سبباً لكفر كافر. أنت محسوب على المسلمين، أنت مظنة صلاح، مظنة استقامة، مظنة صدق، مظنة وفاء، مظنة عفاف، مظنة طهر. هكذا المؤمن، فلو رأى الكافر كذباً أو انحرافاً أو احتيالاً أو غشاً يصدر من إنسان يصلي، أعطيته الدليل على أن الدين باطل، أعطيته مستمسك، يقول هذه حقيقة الأديان، إنها خرافة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إذا دعوت إلى الله بمضمون سطحي خرافي، منامات، كرامات، شطحات، كلام سطحي غير متماسك، متناقض، بأسلوب غير علمي، غير تربوي، غير سليم، أو دعوت إلى الله بمضمون عميق وأسلوب علمي، لكن هذا المدعو اكتشف أنك لست صادقاً فيما تقول. أنت في واد ودعوتك في واد، إنك لا تطبق ما تقول، إنك تمتهن الدين، إنك تجعل الدين مطية للدنيا. هذا المدعو إن رأى ضحالة أو سذاجة أو خرافة أو ضعفاً أو تناقضاً، أو رأى أسلوباً غير علمي وغير تربوي، أو رأى عدم مصداقية في الدعوة فرفض هذه الدعوة وتفلت منها واحتقرها، قال هذا الكافر لا يكون عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة، وكان الذي دعاه بهذه الطريقة سبب فتنته وسبب انحرافه. يعني قبل أن تكذب وأنت المسلم، وأنت مظنة الهدى والصلاح، وأنت مظنة المنهج الإلهي، قبل أن تكذب عد للمليون، لأن الآخرين إذا ضبطوا عليك كذبة لم يصدقوك في شيء. ما الذي جعل النبي صادقاً عند الناس حينما جاءه الوحي؟ لأنهم قبل الرسالة ما جربوا عليه كذباً قط أبداً. فأنت أحياناً يعني لا تنتبه، أنت مصلي، تصلي في البيت، طرق الباب، فتح ابنك، قال يا بابا فلان، بابا قل له مو هون، هل عرفت ماذا فعلت؟ ارتكبت جريمة، جريمة، لأنك علمته الكذب،
ولأن هذا الطفل ربط بين صلاتك والكذب، الذي بيصلي بيكذب، فإذا رأى إنساناً لا يكذب ولا يصلي عظمه واحتقرك. قبل أن تكذب عد للمليون، قبل أن تحتال، قبل أن تغش في البضاعة، قبل أن تخلف وعد، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. إياك، كل الذي تقوله يسقط في الأرض. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. لو ألقيت ألف محاضرة في الصدق وكذبت مرة واحدة أهدرت كل هذه المحاضرات. نحن الآن أيها الإخوة لا نحتاج إلى فكر، فكر موجود، الكتب تملأ البيوت، الأشرطة كل شيء موجود، نحتاج إلى إنسان ملتزم، إنسان تشتد إليه العيون، إنسان يطبق ما يقول، لا تأخذه في الله لومة لائم. أي المشكلة؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما نكون نحن سبب بكفر هالناس، بلاقوا في تخلف، ما في نظام، في فوضى، تلاقي المسلم فوضى، مواعيده غير صحيحة، كلامه غير صحيح، ما له منضبط، حساباته غلط كلها، يقول لك اتركها لسيدك، توكل ساذج، عدم انضباط، عدم إتقان العمل، أخطاء فاحشة، تلاقي واحد كافر، مواعيد، دقة، صدق. الكفار ما الذي جعلهم يقيمون على كفرهم؟ احتقارهم للمسلمين. ما الذي جعلهم يعتزون بكفرهم؟ انحراف المسلمين أمامهم. يعني هؤلاء الذين في الغرب حينما يأتي إنسان، يعني معروف هذا من بلاد إسلامية، ويبحث عن الزنا وعن الانحراف الأخلاقي وعن الخمر، يلهس وراء شهواته كالخنزير، وهو من ينتمي إلى بلاد إسلامية. أتعتقد أن أهل أوروبا يعظمون إسلامنا؟ إطلاقاً. الكذب والفجور والجنس والانحراف والخمور والمخدرات. أما حينما يرون إنساناً مستقيماً صاحب عقيدة صحيحة، قوي الحجة، منضبط، عفيف، هذا الذي يشدهم إلى الدين. هي أخطر آية بالدرس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما نعطي الكافر حجة أنه أنت على حق ونحن على باطل، ما نعطي حجة أنه الدين باطل، الدين غير صحيح، نظام غير صالح للحياة. فلذلك الناس لا يعبؤون بما في الكتب، يعبؤون بما في المجتمع. كم من إنسان أسلم في بلاد الغرب فلما جاء إلى بلادنا يعني صعق، هذا هو الدين؟ كان يقول بعضهم الحمد لله الذي أسلمنا قبل أن نراكم، لو رأيناكم لما أسلمنا. طبعاً ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لا تعطي الكافر حجة، لا تخلف وعدك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أماً توهم ابنها أن في يدها تمرة، قالت تعال هاك، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة هكذا. قال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها، بس ما بيكذب إلا الكذب والخيانة، إنه إن كذب أو خان لم يبق مؤمناً. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. أخ كريم ذهب إلى بلاد الغرب بدورة تدريبية، يعني الذي لفت نظر الناس ورعه أمانته استقامته. يقسم بالله العظيم وهو صادق أن الأسرة التي سكن فيها أسلمت كلها. أبداً. كنا مرة في الحج رأينا رجل من أوروبا الغربية يطوف حول الكعبة، سألنا عنه فإذا هو من ألمانيا الغربية. ما الذي جعله يسلم؟ شاب من هذا القطر سكن عنده في البيت، وفي البيت فتاة جميلة، تمنى أن يلمح والد الفتاة هذا المستأجر الطالب
ينظر إلى ابنته أبداً. ما هذا الإنسان؟ من جبلة أخرى، من طبيعة أخرى، ناقشه وحاوره حتى أسلم. هل تصدق أن غض بصر شاب كان سبب إسلام واحد ألماني؟ غض بصر فقط. لكن الإسلام لا ينمو بالكلام، ينمو بالأعمال. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لا تعطي الكافر حجة إنه ديننا باطل. لا تكذب، لا تغش، لا تحتال، لا تكون لك شخصية مزدوجة. كن واضح. الوضوح أكمل بكثير من الأسلوب المنحني. كن واضحا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. في معنى ثاني، يا ربي لا نكن عصاة لك فتسلط علينا الكفار فيفتنون في تعذيبنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا جعل علينا لهم ألف سبيل وسبيل فنحن إذن مقصرون. فهؤلاء حينما يسيطرون على مؤمنين ضعاف ماذا يقولون؟ نحن على حق، ولو لم نكن كذلك لما كنا أقوى منكم. القوة تعطي وهم كبير جدا. المعنى الثاني لهذه الآية أن المؤمن حينما يقصر أو حينما يتأخر أو حينما تزل قدمه يستحق تأديب الله له. ماذا يكون؟ ربنا جل جلاله يسلط عليه كافراً يعذبه. أولاً الكافر فتن في تعذيبه، فتن في النيل منه. والكافر حينما كان أقوى من المؤمن وقد سلطه الله عليه يتوهم أنه على حق. يفتن الكافر مرتين، المرة الأولى يتوهم أنه على حق بدليل أن الله سلطه على المؤمن. لو كنت على حق لما كنت ضعيفاً، أنا أقوى منك بقول لك. لو كنت على حق لما مكنني الله منك. الإنسان حينما يقصر يستحق تأديب الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الكافر يعتقد ما دام أقوى من المؤمن، ما دام مسلط عليه، ما دام متمكن منه فهو على حق والمؤمن على باطل. اعتقد الكافر خطأ مرتين، أنه بهذا التسليط على حق وأن هذا المؤمن أمامه ذليل، أمامه محتاج، متضعضع أمامه. فلو كنت على حق لما كنت هكذا. أنت أوهمت الكافر. أنت حينما قصرت وحينما عصيت وحينما زلت القدم وتمكن الكافر منك أوهمته أنك على باطل بدليل سيطرته وضعفك أمامه. إذاً فتن بك، رآك ضعيفاً فتمكن منك فتوهم أنه على حق واحتقر حقك أنت. هذه الفتنة الثانية، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الأصل أن تستقيم على أمر الله حتى تستحق نصر الله، أن تستقيم على أمر الله حتى لا يستطيع كافر أن يصل إليك ولا أن يسلط عليك ولا أن ينال منك، حتى يشعر أنه هو ضعيف أمامك. أنت قوي بطاعتك لله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الموضوع الأخير له ذيل. أنا أعلم علم اليقين أن أناساً كثيرين تركوا المساجد، تركوا حلقات العلم لإساءة من صديق لهم من رواد المسجد. هكذا فعل معي، كذب علي، خانني، غدر بي. هذا هو المسجد، هذا هو الحق. أناس كثيرون أعرفهم والله
سبب تركهم للمساجد ولحلقات العلم ولجماعات المؤمنين أن واحداً أساء إليهم في تعامل تجاري، في قرض لا يؤدى، في وعد لا يوفى به، فقالوا ما هذا؟ ما هذه التربية؟ هكذا الإسلام؟ رأى معه حجة، ترك المسجد ترفعاً. من سبب له هذه القطيعة مع الله؟ المسيء. المسيء حينما يسيء يرتكب جريمة وهو لا يشعر. أخواننا الكرام، دققوا في هذه المقولة: ألف تصرف ذكي مخلص حكيم يشد إنسان للحق، تصرف واحد أحمق يقطعونه عن الحق. واحد. ألف تصرف ذكي حكيم مخلص يشدك للدين، تصرف أحمق واحد متناقض في احتيال، في كذب، في غدر، يقطعك عن الله وعن الدين، شيء خطير. فلذلك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني أنت أسأت من أجل أن تربح 100 ليرة زيادة، حلفت يمين كاذب أمامه وكان سعرك أعلى من السوق كله، أم لقى واحد من المسجد عم يغدره بالسعر يضحك عليه ويكذب عليه، أم ترك المسجد، لما تركوا معه حجة صار كلهم كذابين كلهم دجالين، فبدأ ينحرف، بدأ يتفلت. هلأ تفلته ومعاصيه كلها في صحيفة الذي حمله على ترك المسجد وأنت لا تدري، كلها في صحيفة الذي حمله على ترك المسجد. من أجل 200 ليرة أو من أجل 500 ليرة ضحيت بأخ لك، أما إذا كنت مؤمن إيمان حقيقي ما بتضحي بأخوك ولا بمليون ليرة أبداً. أن تربح إنساناً مؤمناً أفضل من أن تربح الدنيا كلها. فلذلك لأيام أكثر شيء أنه هذا من إخواننا نرفع السعر، بعد يومين يسأل دافع بالمية 30 زيادة أنه هو استسلم، من إخواننا هذا من رواد المسجد معقول يكذب عليه؟ كذب عليه، أخذ سعر غير معقول. أم شو هذا؟ هذا الدين؟ هؤلاء هم المؤمنون؟ هذه معاملتهم؟ هذا غدرهم؟ تركوا معه أمام الله حجة، كذابين كلهم. هذه مشكلة كبيرة جدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسبب قطيعة إنسان عن الله، لا تسبب قطيعة لإنسان مع الله بسببك، لا تخيب ظن الناس بالدين. يعني واحد من الصحابة أثناء الهجرة يعني قبضوا عليه المشركون، طبعاً قال له والله لو أطلقتموني لن أحاربكم أبداً، صدقوا روح. ذكر هذا للنبي وسر سروراً عظيماً. بعد سنتين ثلاثة في غزوة فانخرط مع النبي، ارجع أنت، ألم تعاهدهم؟ ارجع أنت، عاهدتهم دين كله قيم. لو أن الصحابة الكرام فهموا الدين كما نفهمه نحن فهمانينه بس شعائر، صلوات، صوم، زينة، مولد، منشدين، طرب، عزائم، ولائم، بطاقات دعوة، مكتبة فخمة، بس ما فهمنا التزام، صدق، أمانة، عفة. الدنيا كلها تحت قدمك من أجل أن تفي بوعدك. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا الذي نسعى إليه. فلذلك لا تكون سبب، لا تخيب ظن إنسان بالإسلام من معاملتك، لا تخيب ظن إنسان بالدين من معاملتك، لا تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، لا تكذب مهما كلف الأمر، لا تقول كذب من الحرجال، كلام الشيطان هذا. الكذب عار، جريمة. النبي كان إذا كشف من أحد كذباً قاطعه أبداً. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.
والحمد لله رب العالمين.